الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على مفتاح آخر من مفاتيح السعادة في الدنيا والآخرة، مفاتيح العلم التي ينبغي لكل عبد أن يتعلمها. إزاي تفتح مفتاح؟ إزاي تستجاب دعاك؟ إزاي تتوب توبة صحيحة؟ إزاي 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 لغاية إزاي تخش الجنة بفضل الله ورحمته. النهاردة مفتاح النهاردة، وهو مفتاح أهم مفتاح أنا كنت عايز أتكلم فيه الأول، لكن ما ينفعش أن أنا أقدمه على لا إله إلا الله، فخليته مفتاح رقم 2 اللي احنا محتاجينه في الشهر الكريم أنك تبدأ رمضان به، ألا وهو مفتاح التوبة. مفتاح التوبة، إيه مفتاح التوبة؟ الندم. الندم شرط من شروط التوبة، بل قال أهل العلم هو شرطها الأعظم. أعظم شرط في التوبة الندم، أنك تندم، تحزن، تبقى زعلان أنك أنت عصيت ربنا. فالندم مجرد، بس تخيل أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الندم توبة، يعني مجرد ندمك على الذنب أنت كده، دي في حد ذاتها توبة؟ إيه كرم ربنا ده؟ إيه رحمة ربنا دي؟ لذلك النهاردة الكلام ده لأهل المعاصي، لأهل الذنوب. كأمثالي، الله جل وعلا لا يقنط أحدا من رحمته، أي أحد لا يقنط الناس من رحمته. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل يا عبادي، لم يقل قل يا أيها الناس توبوا، قل يا عبادي، يناديك عبدي، يناديك يا من أسرفت على نفسك أنت توب. مفتاح النهاردة إنك كفاية كده، ما زهقتش يا أخي من المعاصي، ما زهقتش من الذنوب، ارجع بقى. ألم يأن الذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ارجع وتوب. مجرد ندمك توبة، ابدأ الشهر الكريم بالندم وبالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. أنت تعرف أن ربنا مش عايز يعذبك. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الحمد لله والشكر لله. ربنا يعمل إيه بعذابك؟ الآية واضحة: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ربنا بيقولك لو انا عايز اعذبك اسيبك كده على عماك، لكن لا، ما بعتلكش رسول ونبي ورسل وكتب ونذر ودعاء وعلماء. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. كورونا وغيرها يا اخوانا، نسأل الله العفو والمعافاة، البلاء والوباء والطواعين والأمراض والأوبئة. ليه؟ عشان بيكرهك؟ لا، بيحبك، يبتلينا لنهذب، مش عشان نعذب، لا، يبتلينا ليهذبنا لا ليعذبنا. لذلك الأوبئة والطواعين ليه؟ عشان تخاف وترجع، لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض، مش كل، بعض الذي عملوا. ليه؟ لعلهم يرجعون. لذلك وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. هقول لك إيه في التوبة، لو ما تبتش النهاردة في الشهر الكريم الفضيل، شهر التوبة، شهر صفدت فيه الشياطين، شهر الإحسان، هتتوب إمتى؟ لذلك أنا مش هديه غير مثال واحد عشان ما طولش. الرجل الذي قتل 100 نفس، قتل 99 وبيسأل على عالم، فدلوه على راهب عابد، وهناك فرق بين العابد والعالم. فلما راح للراهب ده أو للعابد فسأله: هل لي من توبة؟ فقال له: لا. فأكمل به 100، يبقى كده قتل كام؟ قتل 100 نفس، ومع ذلك الراجل ده لسه عنده خير. فين الخير؟ واحد يقول لي فين الخير اللي جواه؟ الخير اللي جواه انه لسه بيدور يسأل. اللي بيسأل ده بيدور على الخير. بيسأل عن ايه؟ بيسأل عن توبة. هل لي من توبة؟
فدلوه على عالم. المهم لما وصل للعالم، العالم قال له: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ طبعا ليك توبة، ما فيش حد يقدر يقف بينك وبين التوبة. لكن العالم دايما ما يقولش العلاج وخلاص، يعني يقول له حلال وحرام وبس، لا. العالم لازم يكون على واقع بالناس. العالم لو قال له قال الله قال رسوله وانتهت القضية، ده مش علم بس، لا، لازم يكون مرتبط بواقع الناس. فالعالم ما قالوش لا انت ليك توبة وحلال وتوب إلى الله واستغفر وتوكل على الله، لا، قال له العلاج واقع الناس. قال له انت قاعد في أرض سوء، سيب الأرض اللي انت فيها. ليه؟ راجل يقتل 100 نفس ما حدش يقول له انت بتعمل ايه؟ قال له سيب الأرض دي، تركها وروح لأرض في المكان الفلاني فيها ناس كويسة، اعبد الله معهم. مشي ونزل عليه ملك الموت في الطريق وقاسوا ما بين مساحة الأرض دي، مسافة الأرض دي ودي، فوجدوه أقرب لأرض التوبة، فتخاصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأخذته ملائكة الرحمة. أنا خلصت الحديث كده، لكن أنا عايز أقف معاك في معلومة يمكن أول مرة تاخد بالك منها أو تسمعها، لأنها جديدة حتى وأنا ببحث وبذاكر قابلتني. بالله عليك خد بالك، مين اللي تدخل علشان الراجل ده يخش الجنة؟ مين؟ في رواية للحديث، اسمع رواية للحديث ده. فأوحى الله، فأوحى مين؟ الله. فأوحى الله للأرض، الأرض منقسمة، هو مشي مسافة طويلة فساب أرض السوء واقترب، يعني قرب رايح لأرض التوبة. فأوحى الله لهذه أن تباعدي ولهذه أن تقربي، فوجدته الملائكة قريبا لأرض الرحمة. شاهد مين اللي اتدخل وأوحى للأرض بتاعة الرحمة والتوبة إنها تقترب من هذا الرجل، إنه الله. خدت بالك من اللطيفة، المعلومة الدقيقة دي؟ يبقى مين اللي اتدخل علشان الراجل ده ربنا يتوب عليه ويقبضه على التوبة؟ إنه أرحم الراحمين. هيعمل إيه بمعاصيك؟ هيعمل إيه بذنوبك؟ لذلك توب إلى الله وابدأ بداية جديدة، لا تقنط من رحمة الله. مهما كانت عندك كبائر، مهما كانت عندك صغائر، المشكلة مش إنك أنت عندك كبائر وصغائر، مشكلة كبيرة إنك أنت فاضل على حالك كما أنت. لا، عدل من حالك، توب إلى الله وابدأ في هذا الشهر الكريم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.